الخبر الاول اللي عدنا، اوكي بما انه نزلنا لكم هذا المقطع ومن الواضح ان المقلب كلش عجبكم، فقررنا انا وطارق الباشا انه نسوي لكم مقلب جديد. ففكره المقلب بالمختصر، انه انا وطارق الباشا نشرنا 3 فيديوهات، نشرناها بالسوشيال ميديا على اساس هم صاحبين قناه مملكه القصص. فيديو هاي نفس الشخص وفيديو شخص جديد. طبعا بالبدايه اتفقنا ويا هذول الاشخاص اللي المفروض انه ياخذون صوتي وشخصيتي، هم سجلوا الفيديوهات وانا سجلت صوتي فوقهم دبلجه. حاليا ما راح اقول لكم من هذول الاشخاص، لان صراحه حابين انه يكون لغز لحد نوصل 500,000، لان راح ينزل فيديو كليب وراح يكون بي انا شخصيا. طبعا بالبدايه سوينا نفسنا انا وطارق الباشا انه احس كلش خايفين. رحنا تواصلنا ويا عمار الله يفك اسره يا رب، وسوينا قطع مع مدي تراسل ويا مايا الجمال. فعمار هو الوحيد اللي كان يقدر يتراسل ويا مايا الجمال، وراح حكى وياها مكالمه وطلب منها انه يحكي ويانا على اساس نوصل لحل من الصاله، ما حد ينشر بينا السوشيال ميديا. شوف الفيديو كامل شنو صار بي وشنو صار من الاحداث. فما حكى وياها، راح نلتقينا ثلاثتنا ويا بعض بمكالمه جماعيه. راح احط لكم هذه المكالمه بالكامل شوفوها، لكن قبلها راح احط لكم الاتفاقيه اللي صارت بيني وبين طارق الباشا انه راح نسوي هذا المقلب بيسان وانس. حبايبي كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وتعملوا فيديو لليوم. اليوم معانا يا جماعه فريق مملكه القصص، ومعاي فهد رح نعمل مقلب بمايا الجمال. المقلب تازه رح يكون، رح نعمله هلا. الخطه هي حتكون كالتالي: نحن جبنا شخص طلع على اليوتيوب وتقول انه هذا الشخص هو فهد الزين، ونحن فضحناك يا فهد، ونحن ما بعرف شو، واخر شيء رح تاكل المقلب لما تشوف هذا الفيديو اللي انت عم تشوفوه هلا. فهد انت موجود؟ يب انا موجود، وان شاء الله يضبط المقلب. بس اوكي يا جماعه، هاي فهد موجود هلا معنا بالمكالمه. نحن هلا رح نشتغل كلياتنا نحن والفريق لحتى نوقع مايا الجمال بالفخ مره ثانيه. طبعا جواني كمان رح يكون معنا وراء الكواليس، رح نشوف لقدام شو رح يصير، ورح نتواصل مع جواني ونشوف خطوه بخطوه شو رح نعمل. هلا معنا الفريق، نحن معنا خليل تيوب، ومعنا جاد افراب، ومعنا محمود. خليل جاهز؟ معلم توكل على الله. جاد الحماس الف. محمود جاهزين؟ هلا انتم وظيفتكم خليل وجاد ومحمود، بدي اياكم تروحوا تنشروا الفيديو اللي انا هلا عملته على المونتاج، بدي اياكم تسربوا لي اياه بالانستغرام بكل مكان. وهلا بدنا نحاول نتواصل مع شخص قريب كثير لمايا الجمال، انا ما بتواصل معه ابدا، لحاول اني اتواصل مع شخص اسمه عمار، انا بعرف انه هو من طرف مايا الجمال، رح نحاول نتواصل معه ونقول له انه احنا كثير خايفين، ويا ريت انك انت تفوت وسيط بيننا وبين مايا الجمال انه هي ما تفضحنا، ونحن رح نحذف كل الفيديوهات، رح نشوف اذا هي رح توقع بالفخ ولا لا. معلم عمار فتح بس هاليونو. اوكي روحوا كلياتكم. لحظه هلا يا جماعه رح نسكر، رح نحاول نتواصل مع عمار ونرجع نصور. حبايبي هلا نحن رح نجيب عمار، عمار هو كتير قريب لمايا، رح نحاول ما رح نقول له ابدا انه في مقلب، رح نكون عن جد نحن رح نطلب منه يحكي مع مايا، هو ما بيعرف ابدا بالمقلب، رح نحاول نقنعه انه نحن عن جد خايفين عشان يحكي مع مايا ويعمل مساومه بيناتنا نحن الاثنين. انا فهد معنا بالمكالمه، فهد موجود؟ يلا دخل عمار. يلا هلا عمار، اسمع عمار. هسا شوف شو القصة، هلا مشكلة صار فيها خربان بيت. ابشروا فزع. معلم اسمع، المشكلة انه فهد كان قاعد عند صديقه بالكافيه، وفي واحد من متابعينه مصور هو عم يحكي مع جواني. المشكلة مو مع جواني، عم يحكي معي وبعدين حكى مع جواني. وابن الحرام هذا معلم راح نشر ستوريات، صار موجود على انستغرام بس لسه ما حدا شافهم يعني. انا عملت لهم، اسمع انا عملت لهم ابلاغ، في واحد طار حسابه، بس الفكرة انه خلص الموضوع انتشر، هسا بدنا اياك تحكي مع مايا، كل شيء اخبار، كل شيء فيه مايا الجمال رح ينحذف. بس الاخبار. بس انه تعطينا ضمان انه هي ما تنشر الفيديو. طيب دخلنا معنا بالمكالمه. فيك تجيبها؟ انا طارق. لا شو؟ في مجال افصل ترن علي على الخط الثاني لانه هنا السناب. رح يحاول يجيب لنا اياها على المكالمه. ما بترد عليك يعني هي؟ ايوه متصل. حلو، متصل هي؟ قريت؟ قريت. الا ضروري، الا بسرعه، الا صوره فهد الاصليه الكبيره انتشرت عشان ترد. يعني وقت الجد. شوف لو طلعت وتشهرت بطلع لك بمسحك بكرامتها العالم. ما هي ترد كرامة أهلها، بطلع بحكي عن أخوها اللي بدك وبجيب صور أخوها بحك. يعني أنا ما عنديش مشكلة. كرامة ولا كلمة يعملوا كثير. شو أم زكي؟ والله كيف نعم، أنا صرت حلو هيك بعجبك بس بتصور. مبروك السوشيال ميديا والله. الله يبارك. عايش مبروك. احكي لي هلا ايش في؟ طب شو المبروك عشو؟ يعني على السوشيال ميديا عصير القصة. الله يبارك فيكي. عم زكي. يا اخي وصلني خبر هسه انه صورة فهد منتشرة وهو كبير. طيب انا نشرته وهو صغير، صرت له كل شيء من 4 سنين. طيب هسه هو كبير، هسه صلي على النبي، هو صغير او هو كبير بدنا ننهي يعني. انا هسه كنت قاعد بحكي مع طارق، بقول له يا طارق يعني بكفي، يعني الناس اكلت وجهي بعمان والناس تبعث لي ومن الحكي هذا فبزبطش يعني. قال لي شو اللي بدك اياه؟ قلت له شغلة اعتذار، انا بعرف شو مايا تركب براسها مش راح تعتذر. تمام. إلا فيديو يا زلمة. تطلع تعتذر بعدين. فيديو طيب. فيديو مو صورة. فيديو. اعتذرت وأنا بدي أعتذر بزبطش. يا بنعمل اتفاقية مع حد إنه أنتوا تمسحوا الفيديوهات تبعات مايا، ومايا شو ما يصلها بتظلها ساكتة ولا بتفتح تمها ولا إشي، هدني يعني. تمام. وإذا وصلها فيديو أنت يعني، أنا وصلني خبر، وصلنا خبر إنه فيديو شو اسمه فهد
منتشر هو كبير مع جواني، انا بضمن مايا انه ما ايش ما تنشره وما تحكيش في الموضوع وتطلع تكذب الموضوع وانتهى الموضوع، بس بودني بتمسحوا الفيديوهات خلص مخلص. قد الاتفاق هذا انت انه خلص هدنة. انا وصلني الفيديو ابعث لك اياه، سبب ابعث لك اياه بعد كيا شوف. مشكلة انه عمار ما بيعرف انه هذا مقلب، يعني عمار عن جد بده يوقف معنا يحل المشكلة. بس بغض النظر بكرة بنتشر بوجهه عادي طب ما هم حاطين خرية على وجهه شو يعني اللي حط خرية بيقدرش يشيل الخرية؟ اه وانا اللي مشان يشيل الخرية. طيب والله انا هيك وصلني هسه، احنا مش مشكلتنا الخرية، انت بدك الهدنة ولا بكيش الهدنة نخلص من الموضوع كله. انا مصالح معاهم ولا بيشربني اصالح معاهم. طيب مايا 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 وعامر في مجال عملكم مكالمة جماعية معاهم ونخلص. حلو حلو نضحك عليه وهي شل... وهي رح ينشال البلوك. ما بده اياه شو شباب. تمام هسه دخلنا مكالمة معها ونتفق. دق لها اول شيء لها بعدين دخلنا اثنيناتنا. يلا افصل انت خليك خايف. خايف تلبك أوكي. تلبك اوكي وجدبك كون اجدب كثير. ما بحذف الفيديو هسه. لا لا احكي لها حاليا انه انا بدي بدنا بدنا ضمان انه هي معلم يعني ما تنشر الفيديوهات، اهم شيء ما تنشر الفيديوهات. تمام ركز انه نحن بدنا انه قبل ما نحذف الفيديوهات الا بدي ضمان انه انت الفيديو تبعنا ما ينتشر، والا الا الا بتحذفي كل شيء ستوريات عندك وبتحذفي الفيديو اللي عند اسامه، والا انا فورا بحذف الفيديوهات بعد ما انت تحذفيهم. معي ما يعلمك. اه اللي بيسجل بيسجل واللي بده يتفلسف يتفلسف، يا انا بحكي يا انه ذبحوا بعض. اوكي بخصوص مايا انا حكيت مع مايا فهد ويا طارق وهي مايا موجوده اخر فهد تمسح كل فيديوهات مايا على اليوتيوب تواصل مع جواني يحذف المسجات الفيديوهات اثنين تبعاته عن مايا. هسه جواني شوف عمار جواني نحن ما دخلنا فيه بركي جواني ما بده نحن هلا مشكلتنا مع فهد. لا انا مش مشكلتي معاكم انتوا، انا مشكلتي مع جواني فهد ولا بطلع غير عن فهد. يروح جواني يمسح الفيديوهين اللي نزلهم وانتوا امسحوا اللي عليكم وانا ساعتها نحن شو الضمان اتفقكم بالكامل بالكامل. تمام هسه هسه اسامه منزل فيديو يعني انت لازم تخلي اسامه هلا يحذف الفيديو. لا بس انتوا تحذفوا كل شيء. ما هو يا مايا الاتفاق انه اسامه بيحذف الفيديو وبيحذف كل الفيديوهات اللي عنده باليوتيوب اللي جاب فيها سيره فهد. تمام ونحن بنحذف كل فيديوهاتك، والفيديو هلا اللي تسرب عن فهد وهو قاعد بكافيه هذا اذا بينزل على اليوتيوب فهد حكى انه بده يصير مجزرة. انا الفيديو عندي يصير مجزرة ولا ما يصير مجزرة انا نبلي. تمام بس الفيديو هذا اذا يا مايا فهد انت احكي فهد انت كافي. شوفي كمان عندي انا لهلا ما نشرت كل شيء عندي انت مملكة الفهد. يا فهد انت نزلت لي شغلات خصوصية، انا الفيديو بايدي، انا كل اشي بايدي وعرفت كل اشي. انا شوي شوي اصلا بس امبارح كنت عم بتخوص زي ما كنتوا عملتوا فيني المقلب اللي عملتوا فيي، انا كنت عامله فيكم مقلب على فكره. لا شوف شوف هي هي الصور تبع هداك فهد وهي قناتي القديمه هي مش مهتم لها، انا مهتم بس للفيديو الجديد. هي نقطه الفيديو الجديد ما لازم ينزل على اليوتيوب كل واحد. انا بالنسبه لي كل واحد يا ما في كل واحد، هذا الفيديو ما بينزل انت بتعرف شو عندي مقابله، اذا بينزل هذا انت بتعرف عندي فيديو المسبح بينزل مقابله، فخلينا نتفق بدون هال نزل المسبح نزل اللي بدك اياه. المهم اذا ما انحذف كل شيء انا بالنسبه لي الفيديو هذا رح ينزل. انو فيديو؟ فيديو انت وبالكافيه قاعد بالكافيه. اسمعي اذا نزل انا بضمن لك قناتك تطير. انا هاي من عندي عمر. انا أيوة. مش جديد للانستغرام ويلا عم بسمعي مو احنا طيرنا الجمهور الطيرنا. لا تقعد تحكي لي وتهدد، انا ما بتهدد، انا نزلت لي شغلات شخصيه في قناتك. بس في اشياء شخصيه ما نزلت، انت نزلت اشياء شخصيه. لا سيدي نزلت لي وانا ببوس الشاب، هاي اكبر فضيحه نزلتها لإلي. سفيه تبع المسبح انت بتعرف شو تبع المسبح؟ يا سيدي تبع المسبح ايش يعني تبع المسبح؟ روح تبع تبع الزلمه تبع عامر تبع عامر. يا عمار نحن جايين نتخانق ولا شو؟ وانت بالشارع عم تبوس الشاب كمان ما نشرته يا سيدي. لا نشرته ما نشرته. عامر انت ما عندك شيء لي هاي واحد ابعث لك اذا بدك. ها صادق ابعث لي ابعثني فهد 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 ما عم نهدد ما عم نهدد بس هي هيك رح يصير هيك رح يصير. جمهورك انت كثير كفو والله نات قدامك واعطي استراي. انا قناتي ما بتصير. اسمعي هلا لا لا طار اسمع 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 بلبل هالشيء. هلا خلينا نوصل لحل وننهي الموضوع. طب خلينا حكينا الحل. اعطيني التليفون شوي. الحل الحل ننهي كل شيء. الحل اسكت يا مايا. كل شيء بخصني جواني يمسح لانه جواني اللي دسك. انت ما الك دخل في الموضوع اصلا، انت من وين جبت الشغلات الا من عند جواني؟
ينصحوا كل إشي. أختك ما تحتفل شيء. لا أختي بعطت لك شغلات لإلها عادية بالشارع. بتقول لك هي بس أنتم عم تكذب عليك. اسمع لا تستفزني. عندي سكرين فيديو شبك. عندي سكرين فيديو. بقول لك. شبك. ما أنت فهد. أختي هي اللي بعتت لك. إحنا من الحلو ولا بدك نتطاوش؟ إيه شبك. وتنزل فيديو علي الحرام لا أقل. يا زلمة. فيديو إلي وأنا وبالمسبح مين بعت لك إياه؟ أختي. أختي؟ فرجيني الفيديو، فرجيني سكرين. أوكي ببعت لك عادي. هلا صور السكرين. عادي هنا بصور لك. ما يا بنت يا زلمة يا زلمة يلعن يلعن دينك شو بتكذب يلا حل عن الله تبعي يا زلمة يلعن. أنا خلينا خلينا استغفر الله. هلا أسي الموضوع خلينا كي موضوع ثاني. ما أنزل موضوع. لا تهتر عالي المخ أنا هتكت منك. أوكي. هلا روقوا يا جماعة. الروق ونصلي على النبي أحسن من الصراخ والعياط هسه. ما يا طارق فهد حبيبي الفيديوهات اللي عندك بتحذف لي إياهم تتوصل لي هسه هسه مع جواني. قولوا جواني حبيبي بتحذف الفيديوهات الاثنين بخصوص مايا. مايا بدك تطلع بدك تحكي عن فهد. ما بطلع يعني أحكي عن حدا ولا بدي أجيب سيرة حدا ولا إلي أنا يحذفوا كل شيء بخصني من عنده تمام. يحذفوا كل شيء ويبعدوا عني الناس تبعهم جمهوركم ابعدوا عني يا عمي انا مش ناقصني وجع راس. ولا حضرت الفيديوهات ونزلتي هذا الفيديو تبع الكافيه. اي انا مش راح انزل الفيديو تبع الكافيه. اسامه نزله هذا بينزل حيصير حريق جد عمي. اسامه انا بمنع اسامه انا بحكي قليل هلا يحذفه قليل هلا يحذفه هلا بدنا خلينا نكمل نقاش بعدين هلا ينزلوا هذا الفيديو. ايش هو شو عم يقول نزله وين نزله؟ عامل حالك خايف ولا قاعدين بتعملوا اللعب؟ انا بدي اعمل لعبه مايا. شو في؟ ولا طارق ولا حدا. ما هي هذيك مره حكت مش حتجيب سيرتنا وثاني يوم نزلت ستوريات. لا لا اذا بتطلع بتحكي مايا انا بعرف كيف اتعامل معها مش راح تطلع تحكي هذا الحكي. واذا انتوا طلعتوا وحكيتوا انا انا عم الله راح ارد بعرف شو احكي. انا ما بدي اجيب سيره حدا خلاص. انا هي بنت هاي المكالمه تسجلت. بس اسامه راح يحذف الفيديو هلا صح؟ هسه مايا بتحكي معي هذا في الفيديو. مايا اذا طلع فيديو اللي... ان طلع فيديو الصوره والناس صارت تسالك انا بمون عليك تكذب الموضوع انه مش فهد. طيب بلاج بلاج وانت الموضوع هسه فهد انت الفيديوهات ما راح اتدخل لا بفهد ولا بغيره. انا راح ابعد كامل. بس جواني احنا ما بنقدر نضمنه. جواني ما بنقدر نضمنه. لو سمحت يا فهد بتحكي للناس اللي عندك ما حدا يسبني وما حدا يجيني على الكومنتات لانه انا عمره ما اجتني مسبات الا لما انت صرت تنشر عني تمام. لو سمحت صلح 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 مايا بدك تطلعوا باثنين. طيب ثواني ثواني. طيب ما راح تطلع تحكي الحقيقة على هي الفيديوهات القديمة انه هي مو لي وكانت لها صاحبي. يا سيدي بحكي كل فيديوهات مش إلك. هو صغير يعني خايف اني قاعدة بسجل مثلا مو خايفين؟ لا بدي بسجل. ما هو عمار عمار ما انت عارفة اذا سجلت اللي حينزل اشياء عن فهد. ايش هو ايش ضايل ينزل؟ اسالك سؤال يا فهد تبع عامر تبع عامر ما ينزل عني تبع تبع عامر تبع المسبح وتبع الشارع. عامر ما في انا وعامر هاي كذبه من عندكم. انا اذا كان في لي شيء انا وعامر روح نزله بعد الالعاب اللي بتلعبوها ما راح تطلع ولا تحكي عنك. لا مو هلا مو هلا مو هلا بس بعد ما امسح بعد ما امسح بعد ما امسح بتطلع ستوري بتقول هي هي الصور الفيديوهات كان لفهد الصغير هي ما كانت لفهد كانت لرفيقه بسوريا اللي حاليا ميت. هيك بتقول كل شيء بس تحذفوا كل شيء. انا راح اطلع ستوري واحكي هذا مش فهد تمام. وانا ما بدي مشاكل مع حدا بس روحوا احذفوا كل شيء بخصني. ممكن تفتحوا كاميرا كلياتكم؟ انا ما بدي. ايش هو انا افتح كاميرا؟ كلكم افتحوا كاميرا. ما بحب الشهرة. ما بتحب الشهرة؟ لا عادي ما تقدرش تروح بس تصورونا يعني مش هتشوفونا. طيب مش مشكله هلا نحن ما عم نحكي شيء غلط اصلا بالمكالمه. كل القصه انه تحذف الفيديو عن اسامه يحذفه. ودني جواني ما بيقبل. شو بسوي؟ انا تو احنا ما رح نقبل خلص. طارق انتوا ما عليكم امان. انتوا شغلكم بس تمثيل. انا حلفت لك وطارق تمام بس انت نزلتي ليش نزلتي؟ حتى لو حلفت انت بتحلف كذب. انا ما سجل. تمام بس انت اللي نزلتي ليش نزلتي؟ يعني انت اللي نزلتي مو نحن. انت اللي نزلتي يعني انت اللي نزلتي ما جربتينا. انت نزلت نحن كنا مقررين نوقف. انا نزلت بعد ما انت نزلت يا فهد. والله العظيم انت اللي منزله قبل. والله العظيم قبل بساعه.
طيب برك برك بركي مثلا جواني بعتها لاختك ومن اختك وصلتني. لا 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 انا اختي ما بعتت لك اياهم، بعت لي فيديو انه اختي اللي بعتت لك اياهم، انت كذبت على الجمهور وقلت لهم انه اختها اللي بعتت، اختي ما بعتت لك اياهم، اختي ما عندها اياهم اصلا، اختي بالمجال ما عندها اياهم. يا جواني انت بعتها ما بعرف كيف جواني بعتها. سلام سلام رجعنا نكذب. استنى اوكي استنى 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 خلص ما اعرف. خلص يا عمي انا راسي وجعني من هاي القصه، راسي وجعني من هاي القصه، يروح اجواني يحذف اللي عنده ويسكت الكلاب اللي حواليه تمام، اللي هم عاملين حالهم يوتيوبر. انا في شغله في شغله في شغله، اول شيء احنا مخاطرنا جاب مشاهدات اكثر من مخاطركم، يعني انتبه حتى لازم انتم تحذفوا اول مخاطركم، يعني مخاطرنا ضر اكبر، يعني انا اللي بحذف كثير على المشاهدات. طبعا رغم ان الموضوع كان مقلب، ولكن راح تشوفون انه طبع مايا الجمال اللي هي طبع الغدر مالتها ما زال مستمر، فراحت فتحت بث مليونه واحنا درجتي اتصال، رغم انه صراحه إن هذا الاساس اللي كنا نريده وهذا اللي خططنا له من البدايه، انه هي تفتح لايف وتصير تهدد بينا انه اساس راح تنشر صوتي والموضوع كله مقلب. طبعا يا حبايب انا حطيت لكم 15 دقيقه من المقلب، المقلب مدة 30 دقيقه كلها كامل عن طارق الباشا، راح احط لكم الرابط بالوصف، روحوا شوفوا المقطع مالته شوفوا المقلب بالكامل، والصراحه المقلب كل شيء يضحك، فروحوا كملوا عنده. انا حاط لكم حاليا الختاميه مال المقلب، هم طبعا نشروا الفيديو اللي ويا جواني واللي ما راح اقول لكم شو الحقيقه. اعترفوا بالحقيقه. طيب اختك ليش بتعطيني فضايحكم؟ ليش اختك ليش بتعطيني فضايحكم؟ ليش بس سؤال؟ صور لي سكرين يا فهد، بلاش اطلع لك من التليفون. هلا اصور لك واحد، بحط لك اياه بالفيديو، بحط لك اياه بالفيديو، بحط لك اياه بالفيديو. لا تنتفض لا تستفزني. لا تستفزني فهد، هلا بدك تستفزني طبعا. وجعلوني يا صغيري يا زلمه، روح انصرف اسبوع عليك وبعدين طلع معك. هسه 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 طولي بالك. شكرا لكم جماعه، سلام. هسه حبايبي رح اشرح لكم القصه. نحن حاولنا نفوق مايا جمال، مثل ما شفتوها طلعت انهارت، لانه كل ما بتسمع قصه اختها اللي هي باعتها وبعد تطلع على الخاص، وكانت تبعت لفهد، انا شفت بعيني تبعت لفيديوهات فضايح وتقول له لفهد روح انشرهم. يعني اليوم فهد ما عم بجيب اشياء من عند جواني، اليوم اختها لمايا عم بتبيع اختها وتعطيها فيديوهات وصور، قلت لها روحي انشري روحي انشري، انا شفت هذا الاشي بعيني. تمام، شغله ثانيه، مايا جمال اكلت المقلب، مفكرين انه فهد الصغير هو فهد، مفكرين فهد الكبير هو فهد. هسه الرساله اللي انا بدي اقولها، انه جواني حكى انه اي حدا بيجي بفهد او بقناه فهد رح يمسح فيه الارض. انا قلت لها هاي الكلمه وهي جنت مثل ما شفتوا باللايف يا جماعه. وصلوا حبايب انها صنعت المقطع، اتمنى تكملوا المقطع كله عن طارق الباشا بعدك 15 دقيقة كاملة بشفتوها عندي، فروحوا شوفوها هناك، المقلب يخرب ضحك. فاكتبونا حبايبكم انت شو رايكم هذا المقلب، وحبيت اوجه رسالة انه لا حد يتحدى فريق مملكة القصص وفهد الزين. مع السلامة.